السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هقول لكم طريقه عمل كارت الحلو ده. ده كارت معايده بمناسبه شم النسيم، كل سنه وانتم طيبين. اهو هقول لكم طريقته سهله قوي، بس تابعوني لحد اخر الفيديو وانتم تعرفوا الطريقه بالتفصيل. طبعا ده البطروم زي ما انتم متعودين، هنزله لكم على صفحتي على الفيسبوك واسيب لكم اللينك تحت في التعليقات. هستخدم كور بونبون، دي كانت في توك البنات ووقعت يعني، وممكن استخدم القلم الاسمر وجلو وصوف، ده خيط صوف. وطبعا اهم حاجة اللي هو ورق الكانسون او اي ورق ملون عندك ومقص. ماشي، اول حاجة هفرغ الشكل ده. بعد ما فرغته هبدأ افرغه على ورق الكانسون، هثبته بالجلو وبعدين افرغه. بعد ما خلصت بقى هبدأ بالجلو. هلزق دي في المنتصف كده. بعد كده بقى هعوز الحتة دي كده جلو. بدأتها العين. طبعا ممكن تعملوها بالقلم الاسود كده عادي. بعد كده هنبدا نلزق الشنب. اهو طبعا الزوايا دي انا هقصها بس هظبط الاول. ماشي، وهبدا بقى اعوز جلو والزقها كده فوقيه. هجيب بقى القلم الاسود واظبطهم. اهي يا اصحابي، ده كده بالشكل ده. ماشي، وهنا هكتب بقى اي كلمه انا عايزاها. انا هكتب عيد سعيد. اهي يا اصحابي، ده شكله النهائي من جوه. بعد ما كتبت كلمة عيد سعيد ورسمت كده طبق بيض صغنون على قدي، ولو انتوا بالالوان دي تمام. اهو كارت معايا، ده شكله جميل ولطيف اهو. يا رب تكون فكرة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.